السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا في اللقاء الفات كيف لو أنا بدي أعمل كود أتحكم فيه بالولد بحيث إنه يمشي لقدام ويرجع وراه ويلف لقدام ولورا زي ما أنا هيك بالشكل، يقدر يلف الولد تبعي. في اللقاء هذا إن شاء الله بدنا الولد يطلع لفوق وينزل، لما أدعوص على سبيس أحس إنه بنط. علشان أعمل هذه فيها شوية شغلات لازم تنعمل. الآن لو لاحظت أنا إن الولد تبعي هذا لو كان فوق وعملت بلاي، لو كان واقف على الأرض، خلينا نشوف من هنا أوضح، بخبط في الأرض. ليش بعمل زي هيك؟ عشان الولد تبعي انا حطيت له شغلتين، هدول بيجوش في الطبيعي، حطيت له ريجيد بادي وبوكس كولايدر. حاطط ريجيد بادي وبوكس كولايدر، ايش يعني؟ خليني اورجيك. خلي هذا الولد يجي زي ما بده. الان راح اجي امحيهم هدول التنتين، هي ريموف كومبوننت وهي كمان ريموف كومبوننت. الان لو عملت الكلام هذا وعملت بلاي، الولد تبعي معلق في الهواء ملوش علاقه، فيش شيء بيوقعه على تحت، فيش شيء بيجذبه. عشان يعمل يتأثر بالخصائص الفيزيائية ويصير له جاذبية لازم أحط عليه حاجة اسمها ريجيد بادي. عشان أضيف على الولد بعلم على الولد، بروح على الخصائص تبعته اد كومبوننت وهان بكتب ريجيد بادي. أول ما ضفت الريجيد بادي من غير ما أشوف أي إعدادات له، آسف، أول ما ضفت الريجيد بادي من غير ما أشوف الإعدادات هتعمل بلي. مبدئيا الولد نزل، بس إيش ماله؟ ما اكتشفش انه خبط في الارض، هو نزل وضله نازل. ليش نزل؟ لانه تاثر بعامل الجاذبيه. هان في حاجه اسمها في الريجيد بادي اسمها الجاذبيه، وهان الكتله، وهان الاحتكاك، فاله شويه خصائص، لكن الريجيد بادي بيعطيه خصائص فيزيائيه. الخصائص الفيزيائيه انه ينجذب. هل حدا قال له انه انت بدك تخبط في الارض او لا؟ لا، ما حدش جاب سيره الارض. الان عشان اخليه جسم تصادمي بينفع يخبط في شيء ثاني مش يخترقه، راح اضيف كمان كومبوننت اد كومبوننت واسميها، وهي اسمها بوكس كولايدر، اللي هو جسم تصادم بشكل بوكس. بمعنى اخر لو فتحت البوكس كولايدر هذه وعصيت على المربع او على المربع هذا، راح يطلع لي بوكس. البوكس هذا المفروض اغطي فيه الولد تبعي بحيث انه اي حدا يخبط البوكس هذا يكتشف اليونت انه صار في عمليه تصادم ويتفاعل معها. الان هات امسك هذا من هنا واحطه بالضبط على قد الاجرين تبعوني. الان هات اعمل بلاي، في عندي شغلتين صاروا. شغله انه الولد في عنده ريجيد بادي، جسم تصادمي، جسم تفاعل بيتفاعل مع الخصائص الفيزيائيه، راح يسحل على الارض. في تحتيه حاجه اسمها بوكس كولايدر، انه هو بنخبط او بكتشف انه في تصادمات. هات نعمل بلاي، وقع لتحت واكتشف انه في تصادمات فوقف على الارض، ما اخترقهاش، لانه الارضيه كمان تبعتي لو علمت على الارضيه في حاجه اسمها مش كولايدر، انه برضه الارض تصادميه، فتصادم الولد مع الارض ووقف مكانه. من بين خصائص الولد اللي عندي، وهذه دائما بنعملها بعض الحالات، يعني في الريجيد بادي بنقول له اسمع في عندي كونسترينت، الولد ما بديش اياه يلف نتيجه اي عمليه تصادميه. يعني بديش مثلا يجي ياخد له رصاصه الاقيه قلب الولد ونام على الارض، لا لا لا، انا بدي اياه يضل واقف، خبط ببرميل، خبط يضل واقف، ما يتاثرش بالخصائص الفيزيائيه. من الكود انا ممكن اوقعه ونايمه وميله واعمل له دوران، لكن من الخصائص الفيزيائيه ممنوع يعمل اي عمليه دوران، لانه بديش يجي يقع على وجهه لحاله. طيب ايش في عندي كمان؟ الان بدي اياه اتحكم في الكلام هذا من الكود. بمعنى اخر ان انا بدي الولد تبعي لما نعص على زر مسافه ينط وينزل على الارض. عشان يجي على الورق صفر، اول شيء احطه في وضعيته الطبيعيه، وهيو اوريدي الولد مستقر، هو عمليا سالب. ابصر قديش، كنترول كوبي، خليه في وضعيته هيك، كنترول في، عشان لما نيجي نعمل بلاي ما يتحركش من مره معي. هاي الولد تبعي مستقر، وبعدين انا باجي بحركه. لكن لو نط الولد عمليا راح ينزل يخبط في الارض وما يقعش، ما ينزلش تحت الارض. علشان اخليه ينط، الان في عندنا اشكاليه في الموضوع هذا. كيف بدي انا اخلي الولد تبعي ينط؟ يعني بدي اقول له لما انا بدي اعص على زر مسافه ايش بدك تعمل؟ بدك تنط، يعني بدك تمسك الخصائص الفيزيائيه هذه وتعطي له قوه لفوق. تمسك الخصائص الفيزيائيه وتقول له اسمع اد فورس، اعطي للولد قوه وادفعه لفوق، وبعدين سيبه ماله، راح يجي على حاله بفعل الجاذبيه على الارض. طيب كيف بدي امسك الموضوع هذا؟ كيف بدي امسك هذه الكومبوننت؟ زي اختها، راح اجي فوق هان واعرف متغير
من نوع rigid body اسميه ار بي مثلا، وهذا اعطي له قيمته في الهانا، اقول له اسمع الار بي rigid body بده يساوي transform dot get component، وايش بدي احط له هان الكومبوننت اللي عنده اللي هي rigid body. وطبعا هنا افتح قوس واسكر قوس وهي فصله منقوطه. الان الار بي هذه هي عمليا الريجيت بادي هذه، والريجيت بادي فيها خصائص هنا في الكود اكثر من الخصائص الموجوده هنا. اذا انا مسكت الريجيت بادي تبعتي هذه اللي هي مرتبطه بالولد، طيب بدي اعطي له هوايه لفوق يطلع، بدي اعطي له هوايه، راح اجي هنا واكتب الكود تبع المين الجمب، اقول له اسمع اذا انا عصيت على الزر اف انبوت دوت جيت كي كود دوت سبيس، اذا انا عصيت على زر سبيس ايش بدك تسوي لي يا ابني؟ اعطي له قوه لفوق، اعطي له قوه، يعني بدي اقول له اسمع ريجيت بادي، هي ريجيت بادي هذه دوت، في كتير فانكشن جواها، من بين الفانكشن اللي جواها اسمها اد فورس، ايه، وفي حاجه جنبها فوق اسمها اد اكسبلوجن كانه بيعمل انفجار او شيء، راح نشوفها في المستقبل ان شاء الله. احنا الامر اللي عندنا هو اد فورس، ضيف قوه. طب بعد ما اضيف قوه افتح قوس نشوف شو بده يطلب مني. فيكتور 3 يعني بياخذ اكس واي وزد، بس انا بديش احطهم بفيكتور 3، راح ادور على حاجه بيطلب مني هيهم اكس واي. القوه اللي بدك تعطي له للولد قوه على انه محور، ممكن تعمله بالجانب بورب، لكن انا عمليا بدي يطلع لفوق، بس لفوق راح احط هنا 0 فاصله، نقول مثلا 100 فاصله 0، هي ثلاث قوه. اذا عمليا القوه تبعت الدافعه على تبقى على محور ايش؟ الواي لفوق بس، وحط فاصله منقوطه. هذا الكلام بكفيش ابدا، لكن انا عايز افحص بس الشغله تبعتي، وراح نشوف ايش في عندنا اشكاليه راح نواجهها. لقيت، هات نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربي ينط الولد، يا سلام نط، على الاقل انه نط يعني، وخبط في الارض ونزل. انا رميته لفوق لما عصيت مسافه، رميته لفوق، ايه لما تو عصيت مسافه طلع اعلى. لو عصيت مسافه وطولت بنط كتير، ولو عصيت نقرة صغيرة الزلمة لسه طاير، انزل الله لا يسيئك. ولو عصيت نقرة صغيرة هيك بنط نص، ايش علاقته الزر بطول النطة؟ الجواب بسيط جدا، الجواب بسيط جدا. الان لما انا ابقى عص على زر سبيس هذا، كم مرة راح تتنفذ الجملة هذه؟ إذا أنا ضليت معاصص راح تتنفس 30 مرة في الثانية، يعني راح يعطي له 30 مرة يضيف له القوة هذه، فراح يطلع الهواية وين مالها؟ عالية. بينما لو نقرت على الزر نقرة صغيرة راح تتنفس هذه مرة أو مرتين. فأنا ما بديش الكلام زي هذا، بقول له اسمع أنا لما يقع على الأرض ممكن أطيره كمان مرة، بس هو طاير يقعد يكرر لي إياها. لا، يعني الإشكالية إنه هذه الجملة بتتكرر. ليش؟ لان انا بعص بزر مسافه وبرفع اصبعي بكرر لي اياها في اللحظه هذه خمس ست مرات، فبياخذ خمس ست مرات قوه اضافيه لفوق، فبطلع عالي، ومرات بطلع واطي حسب سرعه ضغطي انا على زر السبيس. وهذه لحالها ايش مالها؟ اشكاليه. كيف نحلها؟ بدي امنعه يعمل ينط هو ناطط، بدي امنعه ينط هو ناطط. في طريقتين، طريقه سهله وطريقه احسن، بس بدها شويه كود زياده. خلينا ناخذ الطريقه السهله. طريقة السهرة راح اكتب له اسمع اذا انا عاصع زر سبيس وبعد 3 ثواني من النطة ممكن ينط، يعني على اساس انه يبقى قاعد على الارض، او بعد 10 ثواني من النطة يبقى ممكن ينط. خلال ال 10 ثواني هذول ممنوع ينط، ممنوع ينط باعتبار انه هو ناطط. عشان احط له زمن هنا راح اطلع فوق هنا واعرف متغير اسمه تايم او جامب تايم. ايش نوعه؟ فلوت، رقم فلوت يعني رقم كسر، وهي بيساوي صفر مثلا، وهي فصلة منقوطة. هنا راح اجي اقول له اسمع اذا انا ضاغط سبيس
طيب وايش يعني؟ والتايم جامب تايم اسف، والجامب والاند، حط الاند اسف، انا الاند الجامب تايم هذه اللي انا عرفتها اقل من التايم دوت تايم. وايش التايم دوت تايم هذه الجديده عندي؟ هذا التايم دوت تايم هذا الوقت الحالي، وقت ما بلش يشتغل اللعبه بلش في عندك عداد تايم دوت تايم، هذا العداد تبعك بضله يشتغل معك ثانيه اولى ثانيه ثانيه بعد معك ثواني. طب اذا كان طب هذا صفر، هان بيج بقول له اسمع، بعد ما ترميه لفوق قول له اسمع الجامب تايم تبعتي بدها تساوي تايم دوت تايم، وين تايم 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 ايش في عندي ايش صار انا توه كنترول زد 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 في قوس فتح ايوه تساوي تايم دوت الزيرو مش محسوس عندي في الملف تايم دوت تايم وارجع انت مكانك وهي فاصله منقوطه. نعاود نراجع كلامنا، التايم هذا اول ما بتشتغل اللعبه ببلش التايم عداد 1 2 3 4 5 6 بضل شغال معي. الان لما اقول له الجامب تايم تبعتي بتساوي تايم دوت تايم زائد 10 ثواني زائد 10 ثواني، اذا مين صار اكبر الجامب تايم ولا التايم دوت تايم؟ الوقت الحالي للعبه ولا الجامب تايم اكبر في اللحظه هذه؟ الجامب تايم اكبر ب 10 ثواني. طب بعد 10 ثواني بتصير هذه اصغر صح؟ اذا صارت هذه اصغر حضرته يسمح له ينفذ كمان مره. لكن اول ما تشتغل اللعبه هذه نفترض زمن 100، 100 زائد 10 صارت 110، هل ال 110 ال 110 اكبر من التايم دوت تايم اكبر من ال 100 وبالتالي ايش الشرط هذا غير صحيح. بضل هذا يكبر بصير 101 102 103 104 110 111 112 لما يصير هذا 112 بصير الشرط هذا متحقق وبينفع النط كمان نط جديده. هات نشوف ايش بده يصير، احفظ الشغل تبعنا ونيجي ننفذ الكود تبعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الان انا مش عارف ال 10 ثواني كتار قلال، هات نشوف نط على العموم بستنى 10 ثواني عشان النط، انا ضاغط على سبيس. واو القوة ضعيفة كتير، يبدو انه حضرته مش قادر يطير. اسمع بلاش تبقى القوة 100 خليها 1000، انا مش عارف، هات نشوف. نط طيب نط نط مش راضي نط الا نطة واحدة نط 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 اي نطت خلصوا 10 ثواني اي نط النطة الثانية. اذا انا ضغط ايدي على السبيس نستنى الله يهديك يلا يلا نط. اذا 10 ثواني كتار يبدو انه 1 2 3 كتار 10 ثواني على نطته والنطه تبعته عاليه. خليني اتحكم في التنتين نحط نص القوه تبعته وال 10 ثواني كتار 10 ثواني خليهم 3 مثلا اي حفظ وتعال نفذ الكود تبعي. هيني انا بلشت اللعبه هي ضغطت سبيس نط وصل الارض استنى شويه نط معقوله شويه يعني ممكن 2.5 يزبط معي ونطته ارتفاعها منطقيه فممكن اخلي الزمن اللي استناه كحد اقصى 2.5 2.5 وما ننساش نحط حرف الاف تبعته هذه هاي الحفظ تبعي. راح تبقى اللعبه عندي زي هيك او هيك انا بنط او هيك اللعبه بتنط بعطي له قوه وبستنى وقت ما يقدرش ينفذها الا لما انا بتاكد ان الولد تبعي نزل. هيك انا ضاغط على سبيس على طول انا ضاغط مرفعش يجي على السبيس بستنى لما يقع ويخبط وبعدين نط. هذه من احد الطرق. اللقاء الجاي ان شاء الله راح نشوف الطريقه الصح ان قلتش انا اجرب واحط احط لها اليه صحيحه تزبط معي دائما ان شاء الله. ويعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.